لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. إشباح صدام ولعبة إزالة النظام. لماذا استعجلت أمريكا بالحرب على العراق 2003؟ وهل تم قتل صدام الشبيه في بدايات المواجهة؟ ومن هو الشبيه؟ دكتور مسلم الأسدي وإشباح صدام. وماذا عن صورة الاعتقال والحفرة؟ من هو الشبيه الذي ظهر في قاعة المحكمة؟ طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. العنوان والمحتوى والمقالات المنشورة والكتب تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي قناة بلادي، والمجال مفتوح للرد والنقاش والحوار البناء. الاشتراك في القناة مجانا، لطفا إن أمكن الضغط على خاصية الاشتراك وتفعيل الجرس. نواصل مع حضراتكم سرد كتاب سر صدام، متى مات وين رفاته. هذا العنوان كتاب للدكتور صلاح جواد شبر. علقم السلطة. تعلم الولايات المتحدة علم اليقين بأن صدام كان قد مات بمرض السرطان في عام 1979 أو ما شابه، وأنه دفن في قبر سري تحت اسم آخر، وأن العارفين بالسر هم شخصيات النظام، بل البعض منهم وخصوصا ولديه وعبد حمود وطارق عزيز وطه الجزراوي. كان موت صدام في تلك الفترة من السنة ليس مفاجئا لأحد، وإنما كان يعد العدة لهذا الأمر، مع أنه لم يكن على علم مطلق بأنه سيموت. فقد قرر البعض من الأطباء تقرير موته بثلاث سنوات، بينما حدث الموت خلال أقل من سنة. وكان العارفون بالسر الأعظم قد اطلعوا على وضعه الصحي لمدة تقارب أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن تبين بأنه مصاب بسرطان الغدد اللمفاوية، وذلك بحدود عام 1996، ولكنه تحسن قليلا بعد أن تناول العقاقير الخاصة بالمرض، إلى أن وصل الأمر به في نهاية سنة 98 مغادرة العراق إلى فرنسا للمعالجة. وكان الشيخ زايد على علم بالموضوع بعد أن طلب منه صدام أن يسهل الأمر للعلاج في الإمارات تحت إشراف خبراء، يعني يجون من فرنسا إلى الإمارات، ولكن الشيخ زايد نصحه بأن لا يفكر فقط بالعلاج بل بترك المنصب والإعلان عن مرضه، وأن الذي يعني يأتي من بعده هو الشعب العراقي ذاته من خلال انتخابات صورية يصل بها إلى الحكم أحد أبنائه أو أحد القادة من المحيطين حوله. وكان الشيخ زايد يعتقد بأن ذلك سوف يجنب العراق حربا مدمرة، ولكن الاقتراح لم يكن إلا عبارة عن بالون أراد صدام به اختبار الشيخ زايد في صدق نيته. وكانت المكالمة التليفونية ما بين الرجلين مراقبة، بل كانت عبارة عن اختبار إسرائيلي وأمريكي إذا ما كان صدام هو نفسه الذي يكلم الشيخ زايد، وأنه فعلا هو ذات الشخصية. وأمريكا من جانبها كانت منذ أن استلم بوش الابن السلطة في عام 2000 كان يعني يفكر بإزالة صدام، وأيضا قبل بوش عندما قام يعني ما يسمى بتحطيم الاتحاد السوفيتي واللي تم ذلك في عام 91، لكن الابن كان قد أخذ قراري مستندا على أسس هاي دينية ومدنية وأسس أخلاقية وإنسانية وأسس نابعة من الفلسفة الأمريكية. هي يا أسس دينية ومدنية وأخلاقية إنسانية سوته بالعراق يعني من سنة 80 إلى الآن. فلسفة القوة والوصاية التي يؤمن هو بها في حالات الضرورة، فلم تكن المحادثة تليفونية مع الشيخ زايد مهمة كثيرا لشخصية بوش الابن، مع أنها كانت جدا مهمة إلى أجهزة المخابرات التي كانت تعتقد بأن مقتل صدام هو أمر مهم لتجنب خيار الحرب الذي كانت الولايات المتحدة تلوح به منذ أن ذهبت فرقة التفتيش الأممية إلى العراق لجمع المعلومات عن برنامج النووي الكيميائي. وقد كان صدام في ذلك الوقت من الذكاء، بحيث أنه تمكن من أن يجد ألف طريقة لتضليل فرقة التفتيش بمليون طريقة،
لم تخطر على بال الأمريكيين. كان الرئيس بوش قد اتخذ قراري بأن صدام أو نظام صدام ليس من النوع الذي من الممكن التعامل معه سياسيا أو دبلوماسيا، بل إنه يجب أن ينمحي من ذاكرة الناس تماما، فهو خطر على العالم وعلى البيت الأبيض. في نفس الوقت كانت المجموعة التي استورثت الحكم في العراق، وهم المجموعة اللي يعني اللي الدكتور ذكرها في بداية الكتاب، يعني هاي أولاده قصي وعدي وطارق عزيز وطه ياسين رمضان وعبد حمود، قد فكرت بأنها يجب أن تلعب على أوتار الخدعة التي أسسها شيخهم الراحل، وهي تقديم الطعم أو الضحية أمام العدو لكي يضرب ضربته التي في النهاية تظهر زيفها بتقديم شخصية أخرى مشابهة إلى صدام، إلى أن يصل الأمر بهم في نهاية المطاف إلى الاستسلام لحرب مكشوفة ومتعبة. وقد كان هؤلاء القادة يعتقدون بأن أمريكا أضعف من أن تدخل العراق وتحتله أو أن تقوم بمجازفة إرسال قوات برية للدخول إلى العراق، لأن ذلك سيشعل المنطقة وسيتحول العراق إلى فيتنام ثانية. فقد كان خيار الحرب البرية المباشرة وأسقاط النظام العراقي في عام 2003 لدى هؤلاء القادة ضعيفا أو ضئيلا، أو حتى لو تم فإنه سوف يكون محدودا ضمن منطقة الجنوب أو ما شابه، وأن أمريكا سوف تراهن على الثورة الداخلية التي حتى لو اشتعلت فإن الوقت كفيل بإخمادها فيما بعد ذلك كما حدث قبل في عام 1991. وهنا وفي ذلك الوقت كان هناك أربع شخصيات صدامية لها ذات الشكل وذات الملبس مذكورة اسمائهم في كتاب الرجل الذي اتخذ 20 شبيها، وكانت القوات الأمريكية العسكرية تغير على أماكن تواجد تلك الشخصيات، ولكن بالتالي تخرج في اليوم الذي يليه شخصية أخرى تعلن بأنها استهدفت قبل يومين، مع أن المخابرات الأمريكية كانت تعتقد جازمة بأنها قتل صدام أو الشخص يعني الشبيه به، وذلك كمراهنة منها في أهمية استسلام الجيش العراقي الذي حاولت أمريكا تجنب الدخول معه في مواجهة حربية، لأن تلك المواجهة من شأنها أن تؤدي إلى إبادة كبرى في صفوف تلك القوات، وهذا أمر ليس له من تأثير على مجرى الحرب المقبلة أو على مستقبل العلاقة مع أمريكا. فحالة الحرب النفسية مع العراق كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الجيش والمخابرات والقوات الخاصة والأمن وكل ما يتعلق بهذه القوى التي تعودت أو تم تدريبها على أن تموت لأتفه الأسباب، صحيحا كان ذلك السبب أو خاطئا، مع أن القوات الأمريكية كانت على علم بأن الشعب العراقي لو قدر له أن يثور في خلال الحرب المتبادلة النفسية مع إشباه صدام فهنالك مذابح مروعة ستقع ما بين الطرفين، طرف الشعب وهم الفئة الغير المتدربة وفئة المخابرات والجيش الشعبي والجيش التي تمتلك أسلحة قادرة على إبادة المعارضين خلال مدة قياسية. لم تكن قيادة الظل العراقية تراعي لهذا الأمر من محذور قد يقع، فعدد القتلى كلما كان مرتفعا ازداد الضغط العالمي وعلى أمريكا أن تتوقف عن المضي في مخططها تجاه الدخول البري إلى العراق. ولهذا وزعت قيادة الظل الأسلحة على الشعب وعلى الجيش الشعبي وعلى كل من يرغب بالقتال إلى جنب النظام، أما المعارضون من أفراد الشعب فإنهم استفادوا من تجربة سنة 1991 في الانقضاض على المعارضة من قبل قوات النظام بمساعدة الولايات المتحدة، وهي نعمة أرادها الباري بتخطيط غيبي في حماية شعب بأكمله من مذابح مؤكدة، ولذلك لم يبادر أي من أفراد الشعب للقتال أو التصدي إلى قوات النظام، بل بقيت في الساحة القوات التي تؤيد النظام القائم فقط، هي حتى بالساحة انهزمت شردت. كانت أمريكا ترى بأنه من الحكمة أن تتمكن من قتل أحد الأشباه وتقدمه إلى الشعب العراقي من خلال فكرة الشبيه وليس من خلال أنه صدام ذاته، وهذا بالتأكيد
سيبعث في نفوس الجيش والمخابرات رعبا كبيرا يقودهم أخيرا إلى إلقاء السلاح على أقل تقدير. وهناك لاحقت القوات الأمريكية الأشباه بصورة دقيقة، وكانت ضربة منطقة الدورة محكمة إلى درجة حيث كانت القوات الأمريكية قد تعدت مصورا خاصا لالتقاط خروج نعش صدام الشبيه ميتا من الملجأ، ولكن ذلك لم يتم، فقد كانت عملية إدارة الصراع مع الأشباه تتم من خلال قسم متخصص في الجيش الأمريكي، يعني بجانب الحرب النفسية، مع أنه لم يكن أمرا ذا قيمة كبرى بالدرجة التي كانت دولتان إيران وإسرائيل يعني تقدران هذا الموقف أو هذا الشأن. طبعا هاي الدولتين إيران وإسرائيل يعني من الضروري يقولون عدم تغيير النظام العراقي بما هو كائن، لأن التغيير سوف لا يخدم التوجهات السياسية لإيران وإسرائيل. ويعني كان من الأفضل يعني إسرائيل ترى وإيران ترى أنه من الأفضل أن يكون هنالك عراق ضعيف بدلا من أن يكون هنالك نظام غير واضح المعالم كما كان تقديرهم في ذلك الوقت. كان الجانب العراقي المتمثل بقيادة الظل التي تمسك بالسلطة يدار من خلال جاسم العلي، الشخصية التي حلت في داخلها روح صدام، حيث من الصعب على الجميع أن يتصور عكس ما يرى ويتحسس. فقد كان من القدرة المشابهة لصدام إلى الدرجة التي فرض شخصيته على ذات المجموعة، وأصبح هو صدام الفعلي من حيث قدرته ومن حيث قابليته ومن حيث تأثيره على المجموعة التي كانت ترى في أن وجودها مرتبط بهذه الشخصية، سواء كان ذلك حقيقة أم زيفا. فلم تكن هذه القضية هي الأولى في العالم أن يحكمها شبيه بعد موت رئيسها، فقد مات الرئيس الكوري كيم جونغ الثاني في عام 2003 بعد أن بقي في الحكم منذ موت أبيه في عام 1994 حتى أصيب بالسكري في وقت مبكر، ولد عام 1941، فتم استبداله بشخصية أخرى شبيهة له، وهي الشخصية التي تم إعدادها منذ تاريخ تولي الحكم في كوريا الشمالية إلى أن أعلن موته في عام 2011. وقد قدم تلك الدراسة البروفيسور شيغيمورا الأستاذ في جامعة واسيدا في اليابان، ويقول الدكتور يعني في رأيي بأن هذه الظاهرة ربما تكررت في الكثير من المواقع والدول فيما سبق، ولكنها في العصر الحالي وبتقدم عصر التكنولوجيا والعلم صار من الصعب إخفاء تلك المحاولات. فالعراق يتحرك بإشارة من القائد وتقاتل القوات المسلحة بمرسوم منه، فمن الصعب أن يتصور الإنسان بأن هذه الشخصية غير شخصية صدام، فقد اقتنع الكل في أن يكون جاسم العلي هو صدام بالتمام والكمال. وأيضا دكتور يقول كما يعني ذكر، كانت هذه الشخصية متميزة بثقافتها وقدرتها على إدارة المواقف، كما كانت لها القدرة على التكلم في أكثر من لغة، ربما ثلاث كما يذكر عنه. سايكولوجيا صار هو الرجل الفعلي الذي لم يتجرأ من له القدرة أن يصفه بغير قدرات صدام في حكم العراق وإدارة دفة البلاد. مكنت الولايات المتحدة من خلال طريق بقي مجهولا وحتى الآن في أن تبني نوعا من العلاقة مع أحد أقاربه على أساس أنه صدام، ولكن كلا الطرفين كان يعلمان بأنه ليس هو، وكان الرأي اللي تبناه طرفان هو أن تشن أمريكا الحرب على العراق مع ضمان استسلام الجيش العراقي، لأن الحرب مؤكدة لا تراجع عنها، باعتبار أن صدام أي الشبيه جاسم كان القائد العام للقوات المسلحة مع ضمانات كثيرة، منها هو نجاتي شخصيا، ثم تجنب ملاحقة الكثير من الأسماء التي كانت تمثل أعمدة النظام صدام، بالإضافة إلى أمور أخرى من الصعوبة معرفتها. أيضا يسترسل الدكتور يقول كما ذكرت، قرار الحرب نافذا بعد أن قرر الرئيس بوش بأن الحرب أمر وارد حتى لو جاء العراق راكعا على قدمي، فلم يعد للسهم الذي انطلق من الكنانة ملكا لها، ف
فالرئيس بوش وجد في واقع العراق وعلاقة صدام مع شعبي ومع جيراني هدية له من السماء كي يطبق الفلسفة أو الرسالة الأمريكية في نشر الديمقراطية إلى العالم العربي من خلال شن هذه الحرب. هي هاي الديمقراطية اللي جبتوا 2003، مع الأسف البلد تحول إلى كانتونات. فالعرب كما كان بوش يتحدث في جلسات خاصة مع البعض في قوله بأن معظمهم لا زالوا يفكرون بالعقلية البدوية وبالعقلية يعني لتستبطن الغلبة على الآخر سواء كان ذلك الآخر صديقا أو منافسا. فاللحمة التي تربط الإنسان البدوي مع الآخر مبنية على أساس مصلحي قاسي كقسوة الصحراء في الوقت الذي من الصعب فيه كسب ثقته إلى جنبك، إنهم أناس قساة القلوب حادو الطبع. فالحزب الجمهوري الأمريكي حزب القوة والمبادئ الأمريكية التي بنيت على مأساة الأوروبيين في فترة العصور الوسطى، فالحرية هي المبدأ الكبير الذي تقام عليه رسالة أمريكا، ولذلك فإنه أي بوش يجد نفسه مسؤولا عن إيصال ذلك المبدأ إلى الآخرين. فواقع العراق وطريقة تعامل القيادة الظل مع الأسرة الدولية قد هيئت الأرضية المناسبة له في اتخاذ قرار الحرب بأي صورة من الصور. وكانت نتيجة الحرب معروفة سلفا، حكومة ظل كارتونية، شعب منهك من دكتاتورية عمياء، جيش مستسلم فقد كل مقومات القوة، فإدارتها هي من أبسط ما يمكن تصورها أو إنهاؤها بالطريقة التي تعجب أمريكا. وهذا بالضبط ما شجع بوش وبلير في الإسراع بتنفيذ قرار الحرب، حتى لو لم يحصل بوش على موافقة مجلس الكونغرس أو الأمم المتحدة، فهو ذاهب إلى نزهة تحمل في طياتها مفاهيم يعني من فلسفتهم في الحكم، وهو التخلص من أعتى نظام عرفته الأرض العربية، ومن ثم نشر الديمقراطية إلى بقية أقطار العالم العربي الإسلامي. وبالتأكيد كان وصول الدبابات الأمريكية إلى بغداد أمرا مقاربا إلى سرعة سيرها في قطع المسافة تلك. بدأت الحرب في 20 من شهر مارس عام 2003، وكان أول عمل قامت به القوات المتحالفة هو ضرب مكان صدام الشبيه. وقد روى شهود عيان غير مؤكد توثيقهم بأنهم شاهدوا قوات أمريكية محمولة تساندهم قوة كبرى تقوم بإجلاء صدام من المكان الذي كان فيه. انتهت الحرب بسرعة قياسية بعد ان استدرجت القوات الأمريكية فدائي صدام إلى المواجهة في نواحي البصرة أو في مناطق وسط العراق، وذلك بالتخلص منهم خوفا من أن يكونوا نواة للمقاومة فيما بعد الاحتلال. والشيء المستغرب هو أن قرار الحرب تم علنا خلال مدة قياسية، حيث أعلن بوش في نهاية الشهر الأول من سنة 2003 بأنه مستعد لشن حرب على العراق حتى بدون تفويض أممي. وقال بليكس في منتصف شهر فبراير شباط بأن هنالك تقدما طفيفا في موضوع الأسلحة الدمار الشامل. وفي نفس الشهر ألقى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان خطابا شهيرا في مجلس الأمن، وجه فيه انتقادات لاذعة إلى أمريكا وبريطانيا في رغبتهما في شن الحرب. وفي 24 فبراير شباط اتخذ قرار أمريكي إسباني وبريطاني في الأمم المتحدة يدعو إلى استعمال القوة ضد العراق. وفي 17 من شهر آذار أنذر بوش صدام لمدة 48 ساعة لمغادرة العراق. وفي 19 من الشهر نفسه أعلن بوش الحرب على العراق. ولننظر في تسلسل الأحداث الغريبة في مسلسل الحرب التي لم تستغرق أكثر من شهر ربما على وجه العموم، مع أن مجلس الأمن وأوروبا وروسيا تقودهم فرنسا طالبوا بأن يتم إعطاء الوقت الكافي للدبلوماسية، ولكن ذلك لم يؤخذ به. إذن فما هو الذي حدث وما هو بالضبط السر في هذه السرعة الفائقة في استعجال الحرب على العراق؟ قدمت محطة تلفزيونية إيرانية اسمها سحر برنامجا تلفزيونيا في سبتمبر أيلول من عام 2002 مفاجئا في مقابلة مع طبيب عراقي يعمل في إيران. كان البرنامج يدور حول
أشباه صدام فيما يتعلق بما يسمى علم القيافة، حيث قدم فيها دراسة لغة الجسد، حيث قدم فيها الطبيب العراقي دكتور مسلم الأسدي، وأوضح بأن صدام لم يكن هو الذي يظهر في وسائل الإعلام، كما نشرت الصحيفة البوابة القطرية نقلا عن تلك المقابلة في عددها الصادر في 23 شباط من 2001، ثم كررت النشر تحت عناوين مختلفة في 25 أيلول سبتمبر 2002 بقولها إلى أن صدام الذي يخرج في المقابلات ليس هو صدام الحقيقي، بعد أن أشارت إلى تقارير دكتور بوهمان التي ذكر فيها بأن الفروق المورفولوجية بين شكل صدام الأصلي وبين صفات الشخصية البديلة له التي تخرج في التلفزيون وفي المقابلات وفي اللقاءات، فلم تعد الصفات التي كانت تستعمل في تمييز الأشخاص مقتصرة على المعايير القديمة، مثلا بصمة الأصابع أو لون الشعر أو ما إلى ذلك، وأنما تطور العلم إلى الدرجة التي يمكن تمييز الشخص وهو يسير في حشد من آلاف الأشخاص من خلال تقنيات علم بايومتريكس، وبتطور علم القيافة إلى الدرجة الواسعة صار هنالك أكثر من سؤال عن قيمة نوعية المعلومة التي من الممكن أن تستعمل كأدلة في القضاء، وهذا يعني بالاعتماد فقط على الأدلة الموثوق بها في جانبي العلم والقضاء، والتي أشاره هو مقياس فراي ستاندرد. بعدها قدم التلفزيون الألماني ZDF مقابلة أخرى مع الدكتور بوهمان، وقد عضد الدكتور الأسدي كلامه ببعض من الأدلة وأهمها ستة، هي أولا شكل الإذن، ثانيا الشامة على الخد الأيسر، ثالثا شكل الفك والأسنان، رابعا شكل الكف، خامسا العمر، سادسا خصائص أخرى. وهنا لا بأس في أن نشير إلى كل من تلك النقاط بشيء من التوضيح. أيضا يسترسل الدكتور يقول أولا الإذن، فالإذن موقعها في التشخيص لا تختلف عن شكل بصمة الإبهام، وتستعمل في الطب العدلي بشكل مفصل، ولا يمكن تغيير شكل التجاويف أو تدويرة الإذن في العمليات الجراحية أو التجميلية. وهكذا تم إلقاء القبض على القائد الصربي كاراديتش ومثولي أمام محكمة الجنايات الدولية من خلال إذنه، مع أنه كان يظهر منها جزء بسيط بعد أن غطاها بشعره. فإذن صدام هي إذن من نوع البيضوي، وهي تظهر في كل مراحل حياته منذ فترة الشباب إلى فترة السبعينات ثم الثمانينات، وحتى اليوم الذي يعتقد فيه بأن صدام قد توفي بحدود عام 1979، بينما آذان الأشباه الآخرين وخصوصا جاسم العلي تظهر بالشكل الطولي المروسة مع اختلاف واضح في خريطة التجاويف. فعلماء الأدلة الشرعية وضعوا لكل جزء من الإذن من دالة شرعية على هوية الشخص، فكل تقعر في شكل الإذن الخارجية ثابتة عند الشخص الواحد، كما أن لكل تجويف شكلا محددا لا يمكن تغييره مع تقدم عمر الإنسان. وهذا لا ينطبق فقط على الإذن الخارجية، بل أن مسار السمع قبل أن يصل إلى طبلة الإذن هو عبارة عن خارطة مختلفة بين شخص وآخر، ولكنه لا يمكن تمييزه بالنظر، وإنما يميز فقط في حال صناعة سماعة داخلية لمن يصاب بضعف أو فقدان في السمع. فعندئذ يجب على المتخصص أن يرسم خارطة تجويف، حيث يتمكن من خلاله أن يصنع هيكلا يمكن أن يدخل في التجويف. فالكتب التي نشرت في نهاية السبعينات عن صدام لا زالت موجودة في الأسواق، وخصوصا كتاب أمير اسكندر، وكذلك في الجرائد العراقية التي كانت تحوي يوميا صوري مع الرئيس الراحل البكر. نعم، هذه الصور مختلفة بما لا يقبل الشك عن الصور الشخصيات التي ظهرت في المناسبات التي لا تمثل شخصية صدام، وهي
بعض جولات الرئيس في تفقد القطاعات العسكرية، في لقاءاتي مع بعض وسائل الإعلام، الشخصية التي ظهرت في المحكمة، الشخصية التي ظهرت على أنها جثة الميت بعد الإعدام. ثانيا الشامة على الخد الأيسر أو الشامتين اللي تظهران قبل في كل مراحل، عفوا على الخد الأيسر أو الشامتين لم تظهر قبل في كل مراحل حياة صدام، بل ظهرتا في البديل الذي حضر إلى المحكمة، مع أن طبيب صدام دكتور علاء بشير قد أشار في مذكراتي إلى أن صدام كان قد سأله فيما إذا كان يستطيع أن يزيل الشامة على الخد الأيسر يوما ما، فأجابه بأن إذا كانت في طور الكبر يعني إذا تكبر أو تغير في اللون يجب إزالته. ثم يشير أيضا إلى أن صدام لم يكترث لها وتركها. هذه رواية تقبل الوجهين، إما أن تكون أصل القضية غير واقعية وأن حديث طلب صدام من دكتور علاء بشير يعني لم يكن يعني قد جرى أصلا، وأن نشر الحديث هو من قبل من يريد الاستفادة من نفي حدث الشبيه، يعني يريد ينفي الشبيه، وأن الدكتور بشير ليس بالشخصية التي تتصدى للرد على مثل هذه الأمور، أو أن الرواية التي نقلت هي حديث مع الشبيه وليس مع صدام. يعني نتوقف هنا، يعني ممكن هاي مغالطة من الدكتور علاء بشير، وثانيا إيش قد صار للدكتور علاء بشير مع صدام حسين ما يقدر يميز الشبيه عن صدام، يعني غير معقول. أو ربما يعني قد مثل ما يقول ماكو حرية مطلقة 100%، وربما هناك إملاءات على دكتور بشير يعني من جهات أو مخابرات عالمية بأن ما يدخل في تفاصيل الشبيه. لم يلاحظ في ظهور صدام وفي صوره بأن هنالك شامة في الجهة اليسرى، بل شوهدت في الأشباه فقط، وهو الشبيه المهم الذي حكم العراق منذ موت صدام وإلى حين سقوط بغداد حوالي 4 سنوات. فموضوع الشامة كما ذكرنا لم يكن في وقت من الأوقات محل اهتمام، باعتبار أن النظام قوي وأن المعارضة كانت ترى تصورا بأن النظام سينهار تلقائيا بمجرد أن يعرف الشعب العراقي ذلك، وهذا بالتأكيد خطأ فادح وقعت فيه المعارضة في تقييم العراقيين بأنه من الشعوب التي تأتي في المقدمة فيما يتعلق بثوراتي على الحاكم، وأن صدام شخصية منبوذة من قبل العراقيين، وأن موتي أو الشكوك في موته سيؤدي إلى انهيار الدولة وتمكن المعارضة المخلية الدكتور الإسلامية كما يرون في القفز على السلطة. هي وين كانت المعارض؟ لو أمريكا لو ما له التحالف لو 100 معارضة ما تسمى عراقي ما يقدرون كان يغيرون صدام حسين. وبما أنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون بأن الشعب العراقي ليس من الشعوب التي تثور على حكامه أو أنها مستعدة للتضحية ما لم يكن هناك أسباب ليست متعلقة بأسباب الثورات، فإذا موضوع التصديق بموت صدام هو أمر لا يريدون له أن يدخل في أدمغتهم، لأنه يتضمن تبعات بعيدة الأثر في مسيرة العمل والمسؤولية وفي مسيرة التخطيط للمستقبل، وتبيان قصور الأفكار التي كانت المعارضة قد تبنتها في عقول منتمية. فمن الأفضل عدم التفكير في مثل هذا الخيار وترك الموضوع للزمن في حل المسألة. ثالثا العمر، إن صدام من مواليد 1937 أو كما يقال من مواليد 1939، لأنه ولسبب اجتماعي زاد عمره سنتين، لأن زوجتي ساجدة ابنة خاله التي كان قد خطبها كانت من مواليد 1937، وباعتبار أن العرف الاجتماعي يقول بوجوب أن يكون عمر الرجل أكثر من عمر المرأة، ففي عام 2006 كان المفترض أن يكون عمره في بداية السبعينات، وهو في نفس الوقت رجل مدخن منذ زمن بعيد ولم يمارس الرياضة في حياته مع ثقل أعباء الحكم وغيره، فإنه من المنطقي
أن يكون عمره في أول ظهوره في المحكمة مقارب لذلك، كما أنه كان أكبر الموجودين إلا طارق عزيز في قاعة المحكمة. أما الشخصية التي حكمت فكانت لا تحتمل أكثر من 62 عام على أكبر تقدير، مع أن شعري كان مصبوغا بنوع من الصبغ غير الموفق أو بطريقة متخصصة. هذه الشخصية التي ظهرت في المحكمة ليست هي شخصية ميخائيل رمضان أو البديل من مواليد عام 1944، ولا شخصية فواز العماري أو العمري، إنها شخصية أخرى ولكنها محسنة بصورة تم إجراء الكثير من التفنن في انتظر بمظهر الشبيه لصدام، مع أن الاحتمال الأقوى والأقرب إلى مجريات التحقيق بأنه كان جاسم العلي. أما صورة الاعتقال من الحفرة فإنها عبارة عن صور حقيقية بالتأكيد، ولكنها كانت مفبركة بشكل قريب من خلط الثقافتين العراقية الإسلامية بالغربية الاعترافية التي تنبئ بأن الإنسان عندما يصل إلى حافة الهزيمة فإنه يلجأ إلى قوة السماء من خلال التشبه بالقديسين وبمن هم أبعد من التهم. وبما هي قضية نفسية تصيب الكثير من المجرمين الذين استيقظت ضمائرهم في لحظة من اللحظات وتصوروا أنفسهم وهم في طريقهم إلى كرسي الغفران، فعليهم أن يغسلوا حجم جرائمهم، وأكثر ما هو تقارب مع النفس اللوامة فعليهم أن يتشبهوا بالقديسين في مظهرهم من قبل مثلا إطلاق اللحية والتقشف في العيش وهدوء العينين، كما حدث مع رادوفان كارادج بعد 13 عام، هاي المذابح اللي صارت في البوسنة، وقت تم إلقاء القبض عليه بعدما تنكر في زي راهب كان يقطن إحدى القرى متنسكا ومبتهلا إلى السماء في غفران ذنوبي. لكن أيضا هنا نتساءل، هذا قدموه المحكمة العدل الدولية هاي لا هاي رئيس صدام حسين ونظامه، ليش ما قدموهم؟ وكما هي قصة مقتل هتلر الزعيم النازي الذي أحيطت قصته بهالة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، ولكنها تعطي ذات المعنى وهو معنى الشعور بالذنب عند اقتراب لحظات الموت. وقد اجتهد المنفذون في موضوع إلقاء القبض على صدام ذات الشيء، ولا أدري مدى صحة كل تلك التصورات، هل كانت فعلية أم أنه كان مخططا لها. وكما نعلم عن شخصية صدام فأنه كان رجلا عنيدا بالدرجة التي تقترب من عقلية البدوي المتعجرف الذي تملأ كياني حب ذاته ونرجسيته إلى درجة الموت المتناهي. وهذه الشخصية ليس من السهل لها أن تتشبه بالقديسين من الدينيين في إطلاق لحيته أو شعر رأسي، مع أنه في طريقة التشبيه في إطلاق شعر لحيتي ورأسي قد مال إلى الطريقة السلفية من مدارس الإسلام، وليس إلى الجانب الذي يقول عنه بأنه ينتسب إليه عائليا وهم آل بيت الرسول. بالتأكيد كان صدام من النوع الذي له القدرة على التخفي هنا وهناك من غير أن يطلق لحيتي أو شعر رأسي، لأن هذا المظهر المتنسك ليس مألوفا في الشارع العراقي ولا في أعراف البدو ولا في القرى أو غيره، وإنما الذي يطلق شعر رأسي أو لحيتهم فقط السلفيون والدراويش في بعض مناطق العراق المحدودة جدا، والتي تستعمل فقط في حفلات الدرباشة وغيرها من الطرق التي تنتشر في العراق الشمالية مثل طريق هاي الطريق النقشبندية وغيرها. هذا مع إدراك أن مناطق تكريت لم تكن يوما منطقة تعشعش فيها هذه الطرق الصوفية، وإنما هي منطقة بدوية أقرب إلى الصحراء ومن القساوة منها إلى الحفلات الصوفية التي تنمو في المدن الكبيرة وفي المجتمعات المتدينة كمجتمع الأكراد. فمن يريد أن يتخفى في العراق فقد يمكن أن يستعمل أكثر من طريقة لذلك، كما أنه ليس من المهم أن ينزل الشخص إلى قبو محفور في الأرض بطريقة هندسية بارعة في الوقت الذي ليس هنالك ما يمنع صدام
من أن يهيئ مثل هذا النوع من الأقبية، ولكنه عموما أمر غير مألوف في كل الأعراف العراقية بشتى ثقافاتها. كما أن هنالك أكثر من سؤال عن طبيعة نمو اللحية على وجه الصدام وشعر رأسي، فليس كل شخص لجسمه القابلية أن يمتلك قدرة بيولوجية على إطلاق لحيتي أو شعر رأسي بهذه الطريقة. فعبد حمود مثلا رجل ذو شعر كث بطبيعة خلقي وعمري، فليس من الصعب أن يطلق العنان لشعر لحيتي في النمو كما ظهر في المحكمة. بينما صدام في عمره الذي تجاوز 70، فإن احتمال قدرة نمو شعري بهذه الغزارة أمر مشكوك فيه بل مستحيل من ناحية البيولوجية، ما لم يتم زرع غرزات شعر جديدة قوية النمو. أما كرادج الصربي فهو غزير الشعر بشكل واضح بطبيعة تركيبة جسمي في الوقت الذي يصغر الأخير صدام بعشر سنوات، فالوقت الذي يحتاجه لنمو الشعر في ذقن ورأس صدام قد يكون أكثر من 6 سنوات على أقل تقدير في الوقت الذي تذكر التقارير الرسمية وليس الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية بأن صدام هو الذي ألقى الخطاب عند بداية الضربة في 21 مارس من عام 2030 وهو بهيئته العادية، مع أن نظم الاستخبارات لم تشك في أنه ليس صدام، كما أن التقارير تقول بأنه ظهر في الأعظمية يوم سقوط بغداد في 9 نيسان. فكيف تمت عملية تنمية شعر لحيتي ورأسي بتلك السرعة القياسية لحين إلقاء القبض عليه في 13 ديسمبر 2003، أي بعد 8 أو 9 أشهر؟ أما كارادج فإن فترة زمنية بين آخر مرة شوهد فيها ولحين إلقاء القبض عليه بعد الهرب هي 13 سنة، وهي فترة كافية لنمو شعر كثيف في الرأس والوجه بالصورة التي ظهر عليها. كانت فكرة الإخراج غير موفقة بالدرجة التي يمكن لها أن تصمد على المدى الطويل، مع أنها كانت قد حققت أغراضها الاستخباراتية على المدى القصير، وذلك من أجل قتل فكرة عودة صدام ثانية لحكم العراق بعد أن قدمت أمريكا الدلالات التي لا تقبل المناقشة في الانتهاء من هذا الفصل من خلال عملية القبض على صدام. نتواصل مع حضراتكم مزيد من حلقات حول هذا الكتاب للدكتور صلاح جواد شبر. حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات.